السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى انكم تكونوا في احسن الاحوال وبصحه جيده، وكنشكركم كاملين على التشجيعات ديالكم وكذلك الدعم ديالكم للقناه. اليوم حنا معروضين عند جارتنا كنديه اللي اكيد عزيزه على الناس ديال البرتا، فمرحبا بكم في مقاطعه بريتيش كولومبيا. فمقاطعة بيسي عندها واحدة سلسلة جبلية ضخمة من جبال روكيز أو ما يسمى بالجبال الصخرية، وكذلك معروفة بالطبيعة ديالها الجميلة والجو ديالها كذلك الجميل عموما على امتداد العام. فإن شاء الله غادي ندير معكم مجموعة ديال الفيديوهات الأماكن الجميلة اللي كنا مشينا لها في إطار الكامبين اللي كنا درنا في بيسي، واللي أكيد غادي تعجبكم. اذا في هذا الفيديو غنديكم لواحد البلاصه غزاله غيخصنا نتمشاو، يعني غنديروا الهايك باش نوصلوا ليها. نقطه الانطلاق كانت من هذا روزبيري بروفينشال بارك اللي كيتواجد في الهايوي 6 شمال مدينه نيو دنفر. اذا سقنا تقريبا 11 كيلومتر في الطريق كانت كلها جرافل، وبعد غنوصلوا لهذا الصين هذا وغادي نسوقوا عاوتاني واحد 700 متر في الطريق كانت شويه صغيره وغير معبده، طريق كان ضيقة يعني غير طوموبيل وحدة اللي كانت غادي تقدر تدوز. ومن بعد 700 متر وصلنا لواحد البلاصة حطينا فيها الطوموبيل. للأسف يعني هاد البلاصة هادي غير مجهزة لا من حيث الباركينج ولا كذلك من حيث المراحيض. فكانوا شي بلايص فازقين وكيزلقوا، فانا نصنف هذا الهايك بالمتوسط من حيث درجات الصعوبه. وهذه هي البلاصه اللي وصلنا لها كتسمى ويلسون كريك فولز بي سي. كما كتشوفوا شلالات روعه سبحان الخالق. هاد الهايك كانت فيه تقريبا 3 كيلومتر يعني ذهابا وإيابا.
إذا كي كتشوفوا شلالات روعة، الماء ما كيتحبش. ما عرفش صراحة علاش هاد البلاصة ما خايداش حقها، لا من حيث الإشهار ولا كذلك من حيث التجهيزات، فما كاينش باركينغ، ما كاينش كذلك المراحيض بحال الأماكن السياحية الأخرى.
فكنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، ولا كنتو اول مره كتشاهدوا القناه لمرجو الاشتراك، الضغط على الجرس، وما تنساوش الثامز اب، وترقبوا المزيد من الفيديوهات من مقاطعات بريتش كولومبيا. والسلام عليكم.